الرحمن الرحيم. أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، انتهينا من شوطين متتاليين للبكار، البكار المحليات والمهجنات الأصايل، وينطلق في هذه اللحظات شوطنا الثالث هنا للجعدان الإذاع وشوط الجعدان المفتوح. يا سلام يا سلام الجعدان، نعم شوط رئيسي. جائزة هذا الشوط خنجر ذهبي، خنجر ذهبي مقدم من اللجنة العليا المنظمة لهذا المهرجان، وأيضا سيارة جميلة متميزة مقدمة من عبد الله بن نصيب بن قيطة العامري. شكرا لعبد الله بن نصيب بن قيطة، وشكرا لكل المساهمين الأعزاء، لكل من شارك هنا وسيشارك في السنوات القادمة. أيضا له جزيل الشكر والعرفان، نشكره سلفا ونسير إلى المقدمة، نسير إلى المركز الأول. وأرى اللي في المركز الأول، اللي هو في المركز الأول مولع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. النقلة التالية على المركز الثاني، وأرى هنا صوغان، وصوغان تعود ملكيته لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث اللي تدخل في هذه اللحظات ايضا وخذ المركز الثالث هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي هو المضمر. النقلة التالية على المركز الرابع، هناك اللي خذ المركز الرابع شاهين ايضا التابع لهجن زعبيل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وراشد بن محمد بن مروشد. المركز الخامس اصبح من نصيب مدلل، مدلل يا مدلل، ودللني معك يا مدلل، الله، وبدللك اذا صرت قدام يا مدلل، بدللك بصوتي، بدللك بصوتي الحلو. ايضا لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع السيف بن مبارك بن غويث الاجتبي خذ المركز الخامس. المركز السادس هنا ضيفنا العزيز الذي اتى للمشاركه من دولة قطر الشقيقة، فمرحبا به. إرسال لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. هذه نتيجتنا أيها الإخوة الأعزاء، مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، للستة المراكز المصرح لي بالإذاعة عليها من خلال الأشواط هنا المقامة في هذا الميدان ضمن هذا المهرجان الختامي الكبير، وهذا العرس التراثي الذي يتجدد به لقاؤنا كل عام هنا تحت ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه. قولوا آمين يا رب العالمين. نعم نعم أبو سلطان، العز والفخر دائما لنا، قيادتنا الرشيدة هي قيادة مميزة، ونحن دائما مميزون بإذن الله تعالى. نعود إلى المقدمة، نعود إلى مولع، مولع يا مولع، مولع وين بتولع، ولع الشوط مبكرا مولع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن راشد بن غدير أحد أبطال مرغم، أحد أبناء مرغم، متواجد أيضا من خلال هذه المنافسات. والمركز الثاني أصبح من نصيب صوغان، صوغان لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. ولمن الخنجر؟ شوط الخنجر، الشوط المفتوح، لمن سينال
سينال شرف الخنجر ويستلم الخنجر هنا من يد ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه. ولكن اللي تدخل في هذه اللحظات اللي تدخل شاهين، شاهين يا سلام يا شاهين، أيضا التابع لهجن زعبيل، هجن زعبيل معروفة المملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن محمد بن روشد، خذ المركز الثاني، اتدخل بكل عنفوان، عينه على الخنجر، عينه على الناموس. المركز الرابع أصبح من نصيب إرسال ضيفنا العزيز من ميدان الشحانية، من ميدان التحدي، أتى ليرسل ذبذباته المتميزة، إرسال متميز لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المدهش وصل، المدهش وصل، وديروا بالكم من هذا الشعار الغرفاوي، شعار الغرفاوي المتميز. وننتقل إلى المركز الرابع، هنا اللي غير وتدخل وخذ المركز الرابع شايم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن راشد بن غدير. المركز الخامس من الجانب الآخر شاهين أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن غدير. وهنا اللي تدخل في هذه اللحظات مثير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري، خذ المركز السادس. أسماء قوية، أسماء لها صولاتها وجولاتها في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. ولكن نعود إلى المقدمة والعود أحمد، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة، نعود إلى إرسال. إرسال يا إرسال، إرسال في المركز الأول، إرسال مسيطر، إرسال مسيطر على المركز الأول. ولكن هناك اللي غير، هناك اللي غير شاهين، شاهين واسرع من الشواهين. هذا هو شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. يا سلام. ولكن إرسال، إرسال عنده كلام آخر، إرسال عنده كلام آخر لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. ووصل هنا بن هيان مع مثير، مثير مثير مثير، أيضا يبغي له مراقبة، يبغي له متابعة، عينه على الخنجر، عينه على الخنجر. مثير، مثير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري، يبغونها للهيار السلامات، يبغونها للهيار السلامات. ولكن هل الخنجر بتمسي في الهيار أم في مرغم أم تغادر؟ وهنا التدخل، هنا اللي ركز لي على المركز الرابع. شاهين وصل، شاهين وصل، شاهين، شاهين. الله، يا سلام، سواها شاهين، سواها واستوت، سواها واستوت. شاهين غير النتيجة، انتزع المركز الأول، لعب على أرضية ميدانه، والخنجر تبقى في أم القيوين، تبقى في اللبسة. تهانينا لسيدي ولي العهد الأمين سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، وتهانينا لأبو محمد سالم بن خلمان بالشاوي الغضلي على هذا الفوز الناموس، وألف مبروك لأبو أحمد على هذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني، المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. والمركز الخامس أيضا نترك المسؤولية عند الإخوان لجنة الخط ولجنة التحكيم. نعود بالتهنية لسيدي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى على فوز شاهين بالمركز الأول في اللحظات الأخيرة. ما يبنى له طاري أبدا، ما يبنى له طاري في كل المسافة حتى الأمتار الأخيرة، ويتحطم التوقيت تحت أقدام شاهين حيث أنه قطع المسافة
في 9 دقائق 6 ثواني و5 من الأجزاء أيضا. ولا ذاق الهزيمة للمعلومة على أرضية ميدان اللبسة، أيضا يكرر إنجاز من إنجازاته السابقة ويسجل أسمه في بحروف من ذهب في سجلات الناموس. تهانينا لك يا أبو أحمد، تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المحلة، وتهانينا لأبو محمد المتميز سالم بن خلفان بالشاوي الاغفلي على نيل شرف الخنجر والسيارة. المركز الثاني كان من نصيب شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حتى مثير اللي خذ المركز الثاني وقطع المسافة في زمنه وقدره 9 دقائق 8 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري. المركز الثالث وصل فيه شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حيث انه قطع المسافة في 9 دقائق 10 ثواني و4 من الأجزاء. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهاني سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. هكذا